إلى المرقد الحقيقي للسيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، وأقصد يعني بالحقيقي هو المرقد التحتاني أسفل الحرم الموجود فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله، هو طبعا متعدد، شاهدنا متعدد السلام إلى أن نصل إلى هذا المكان. هذا المكان هو عبارة عن مكتوب شبستان نجمة خاتون، شبستان نجمة خاتون، نتواصل وياكم. هذا هو شبستان نجمة، حضرة نجمة خاتون. من هذا المكان الآن شاهدنا أنه بدأت العالم تعرف هذا المكان، يعني سابقا ما كانت العالم تعرفه. ما جاينا أبو أحمد؟ أي، فهذا هو المرقد الحقيقي. الآن راح نشاهد أيضا ال لا الولد، ولدنا عراق، عراق من بعيد، بغداد، كربلاء، كاظمية، سيدة رقية.